أهلا بكم من جديد. أحد الأشخاص أرسل إلي هذا السؤال وطلب مني أن أقوم بحله، وحقيقة إنه يبدو سؤال ذو أهمية. إذا كان لدينا تكامل غير محدود لاثنين أس اللوغاريتم الطبيعي لـ x، كل هذا تقسيم x دي اكس، إذن هذا هو التكامل لدينا. وللأهمية العامة سأقوم بتوضيحه في هذا العرض السريع. أول شيء، عندما نرى تكامل يشبه هذا أقول مهلا، لدينا لوغاريتم طبيعي لإكس فوق البسط، ومن أين سأبدأ؟ أول شيء يجب أن تقوم بفكه، هذا نفس التكامل لواحد تقسيم x ضرب 2 أس اللوغاريتم الطبيعي لـ x دي x. لدينا هذا التعبير، والذي هو جزء من الاقتران الكبير ومشتقته متواجدة هنا. نحن نعرف أن مشتقته، دعوني أكتبها هنا، المشتقة بالنسبة لـ x للوغاريتم الطبيعي لـ x تساوي واحد تقسيم x. لدينا تعبير وفي المقابل مشتقته موجودة، يخبرنا أن هذا سبب للتعويض. أحياناً يمكنك القيام بها ذهنياً، لكن هذا السؤال ليس عادي لنقوم به ذهنياً. اسمحوا لي أن أقوم بالتعويض، دعونا نعوض هذه بيو لنقوم بذلك. إذا عرفنا يو، ليس من الضروري أن يكون يو، لكن متعارف عليها باسم تعويض يو، يمكن أن يكون تعويض أس أو أي شيء آخر. لنقول أن يو هي اللوغاريتم الطبيعي لـ x، إذن دي يو تقسيم دي x هي مشتقة يو بالنسبة لـ x تساوي واحد تقسيم x. وإذا أردنا إيجاد دي يو، نضرب كلا الطرفين بدي x تساوي واحد تقسيم x ضرب دي x. لنضع التعويض هنا في التكامل لدينا، هذا يساوي التكامل غير المحدود، التكامل لاثنين. الآن هذه يو، إذن اثنين أس يو ضرب واحد تقسيم إكس ضرب دي إكس. الآن ماذا عن واحد تقسيم x ضرب dx؟ هذا فقط du، الحد هذا ضرب الحد الآخر هو du. دعوني أعمل هذا بلون مختلف، إذن واحد تقسيم x ضرب dx يساوي فقط du، هذا يساوي ذلك الشيء هنا. مع ذلك لا يبدو تكامل سهل رغم ما حصلنا عليه من تبسيط جيد. عليك معرفة هذا المتغير، نحن نكامل ضد الأس. كما تعلمون ليس لدي أي قواعد أسية سهلة هنا، الشيء الوحيد المبين هنا هو أين لدي X أو المتغير الذي سنكامل ضده في الأس، هو حالة من E أس X. نحن نعرف أن تكامل E أس X ضرب DX يساوي E أس X زائد C. إذا حولنا هذا بطريقة ما إلى E أس X أو إلى E أس U، عندها ربما يمكننا إجراء التكامل ويصبح أكثر قابلية للحل. دعونا نرى كيف يمكننا إعادة تعريف هذا. حسناً، اثنين، إذن اثنين ماذا تساوي؟ إذن اثنين تساوي E أس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين، صحيح؟ اللوغاريتم الطبيعي لاثنين هو القوة المرفوعة على E لنحصل على اثنين. إذا رفعنا E إلى القوة 2 فإننا بالطبع نحصل على 2.
في الحقيقة هذا هو تعريف اللوغاريتم الطبيعي، قمت برفع إي إلى اللوغاريتم الطبيعي لاثنين فنحصل على اثنين. دعونا نعيد كتابة هذا باستخدام، هنا سنعيد الكتابة باستخدام التعويض، هي فقط طريقة أخرى لكتابة العدد اثنين. إذن هذا مساويا بدلا من هذا العدد، العدد اثنين نكتب إي أس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين، كل هذا أس يو دي يو. والآن ماذا يساوي هذا؟ حسناً، إذا كنت تأخذ شيء إلى الأس ثم إلى أس آخر هي نفس الشيء عندما تأخذ الأساس لضرب هؤلاء الأسين، إنها تساوي، سأغير اللون، إنها تساوي تكامل إي أس يو، إي تماما هكذا، إي أس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب يو، مجرد ضرب هؤلاء الأسين. نحن نعلم من قواعد الأسس لدينا أنها تساوي ضرب هذين الأسين، ثم لدينا دي يو. الآن هذا عامل ثابت، هذا يكون كما تعلم بعض الأرقام يمكننا استخدام الآلة الحاسبة لمعرفة هذا، سأضع هنا أنه يساوي A. نعرف بشكل عام أن التكامل هذا مباشر، سنضع الآن بهذه الصورة تكامل E أس A U دي يو. إذن واحد تقسيم A ضرب E أس A U، هذا يأتي من التعريف هنا وبالطبع زائد سي. وحسب قاعدة السلسلة إذا أخذنا مشتقة هذا لنأخذ مشتقة الداخل والتي ستصبح A ضرب واحد تقسيم A، وبالتالي فإنها تلغى، يبقى لدينا E أس A U، هذا بالتأكيد حلها. تكامل هذا الشيء الموضح هنا يصبح يساوي واحد تقسيم A، أي واحد تقسيم ثابت، أي واحد تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب التعبير E. أنا سأقوم بشيء ما، هي عدد ما ضرب U، يمكنني كتابتها يو ضرب العدد. أنا قمت بذلك لأتوصل للشكل الذي يساعدنا في تبسيط ذلك قليلا. تصبح إي أس يو ضرب اللوغاريتم الطبيعي لاثنين، كل ما فعلته هو تعويض، إذا تكتب إي أس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب يو. إذا كانت هذه A فإن A ضرب U هي نفس U ضرب A زائد C. هذا جوابنا، ولكن لدينا ترجيح للتعويض قبل أن نكون راضين عن هذه الإجابة. التكامل بالنسبة لـ X، قبل أن أقوم بهذا سأحاول تبسيط هذا قليلا حسب معرفتنا عن خصائص اللوغاريتم الطبيعي. A ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ B نفس الشيء، تساوي اللوغاريتم الطبيعي لـ B أس A. سأرسم خط، هذا أصبح الأس للوغاريتم الطبيعي، إذن U سأكتب U ضرب اللوغاريتم الطبيعي، U ضرب اللوغاريتم الطبيعي للاثنين هو نفس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين أس يو. يمكننا إعادة كتابة هذا التكامل، يصبح مساويا لواحد تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب إي أس، يمكننا إعادة كتابة هذا حسب خصائص اللوغاريتمات، تصبح اللوغاريتم الطبيعي لاثنين أس يو. وبالطبع لا يزال لدينا زائد سي. ماذا عن E مرفوع إليها اللوغاريتم الطبيعي لاثنين أس يو؟
إذن اللوغاريتم الطبيعي لاثنين أس يو هو القوة المرفوعة إلى إي لكي نحصل على اثنين أس يو. من التعريف، إذا رفعنا إي إلى قوة على ماذا سنحصل؟ سنحصل على اثنين أس يو، ستصبح مساوية لواحد تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لاثنين. هذه تبسط إلى اثنين أس يو فقط، أشرت لها هنا. اللوغاريتم الطبيعي لA سأكتبه بشكل عام، اسمحوا لي أن أفعل هذا هنا. وبالصورة العامة يمكنني كتابة أي عدد A تساوي E أس اللوغاريتم الطبيعي لA، هذا هو الأس الذي رفعناه إلى E لنحصل على A. إذا رفعت E إلى هذا سنحصل على A. إذن E أس اللوغاريتم الطبيعي لاثنين أس U هي اثنين أس U، بالطبع لدي زائد C. يمكننا ترجيع التعويض، ماذا تساوي U؟ عرفنا U فوق على أنها اللوغاريتم الطبيعي لx، دعوني أرجع التعويض. جواب المعادلة الأصلية لدينا هذا الجواب، اسمحوا لي أن أكتبه هنا. إذن تكامل 2، تكامل 2 أس اللوغاريتم الطبيعي لx تقسيم x دي x أوجدناه الآن، إنه يساوي مع استبدال اليو إلى اللوغاريتم الطبيعي لx هذا التعويض. إذن واحد تقسيم اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب اثنين أس اللوغاريتم الطبيعي لx زائد c. وبهذا نكون قد انتهينا. كان هذا السؤال ممتع، سأراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.